مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الخامسة فيما يلي عناوينها: المجاهد والسياسي والدبلوماسي والوزير الأسبق محمد يعلى في ذمة الله، ورئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يعزي عائلة الفقيد ويشيد بخصال ومناقب المرحوم. إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي لإنتاج اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 بوحدة قسنطينة لمجمع صيدال ووضع حيز الاستغلال. الشطر الثاني لخط ترامواي قسنطينة، والوزير الأول يؤكد التزام الدولة بتعهداتها لتثمين الطاقات الجزائرية الكفؤة. وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية رفقة وزير الطاقة والمناجم يستقبلان من قبل رئيس دولة النيجر محمد بازوم تعزيزاً لعلاقات التعاون بين البلدين. المحكمة الأوروبية تقر بعدم شرعية الاتفاقيات الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الموسعة إلى الصحراء الغربية، والبوليزاريو تصف القرار بالانتصار الكبير للقضية الصحراوية. انتقل اليوم إلى رحمة الله المجاهد والسياسي والدبلوماسي والوزير الأسبق محمد يعلى، وإثر هذا المصاب الجلل أبرق رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون معزيا عائلة الفقيد: من المؤمنين رجالا صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، صدق الله العظيم. شاء قدر الله سبحانه وتعالى أن يتوفى المجاهد المرحوم الحاج محمد يعلى فيوافيه الأجل المحتوم بعد أن اطلع في حياته الحافلة بالعطاء الوطني وخلال مساره المهني بالعديد من المهام والمسؤوليات السامية داخل الوطن وخارجه. يغادر والفقيد هذه الدنيا ليحتفظ من عرفوه وعملوا معه بما تحلى به من خصال الرجال الوطنيين الأكفاء المخلصين، وهي خصال ستظل ذخرا ورصيدا مشرفا لعائلته وذويها وذكرا طيبا شاهدا على ما قدم لوطنها. وفي هذا المصاب الأليم أتوجه إليكم وإلى رفقائه المجاهدين بأخلص التعازي، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه جنة الفردوس مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهمكم جميلا الصبر والسلوان، عظم الله أجركم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، صدق الله العظيم. وفي جو جنائزي مهيب أوري الثرى ظهر اليوم جثمان والمجاهد والسياسي والدبلوماسي والوزير الأسبق محمد يعلى بمقبرة بن عكنون بحضور مستشار رئيس الجمهورية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق العيدر بيغا، إضافة إلى أقاربه ورفاقه من النضال والأسرة الثورية. إن لله وإنا إليه راجعون. الجزائر تشرع اليوم في إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19، حيث أشرف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن رفقة وفد وزاري هام على إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي لإنتاج اللقاح. حمزة بالقسامة. كورونا فاك هو الاسم التجاري للقاح كوفيد-19 والمصنع هنا بالجزائر في إطار شراكة جزائرية صينية. اللقاح الذي يعد غير جنيس بل اللقاح الأصلي لمختبرات سينوفاك يتم إنتاجه بكفاءات وإطارات جزائرية. المنتج في الجزائر مع طبعا الشريك الصيني سينوفاك بقدرات جزائرية، يعني 100% وكفاءات جزائرية كما لاحظتم، وهو يعني بروسيس جد معقد مش جاهز، يتطلب تحكم تقني وتحكم تكنولوجي جد عالي، والمخابر اللي تحصلت على هذا
لا فاليداسيون هذه يعني قليله وقليله جدا. الجزائر تعتبر من الاوائل، ونفتخر يعني بهذه الوحده، ونفتخر بالكادر الجزائري وبالخبرات الجزائريه التي ساهمت في انجاز هذا المنتوج هذا. الوزير الأول وخلال معاينته خطوط الإنتاج أشاد بالتحكم الكبير في التكنولوجيا من قبل إطارات مجمع صيدال، مؤكدا على أن اللقاح ينتج بتكلفة منخفضة وجودة عالية، وهو ما يسمح بتسويقه في الأسواق الخارجية في مرحلة قادمة. حتى تكلفة الإنتاج أعيد فيها النظر إلى الانخفاض مقارنة بما كانت عليه في السابق، يعني شيء عظيم. يعني رانا كما نقولوا حققنا قفزة نوعية جدا على مستوى الكلفة، على مستوى التحكم التكنولوجي والتقني، على مستوى الإنتاج. يعني كله والله كلها إنجازات ما شاء الله، وهذه إنجازات الجزائر الجديدة. طبعا وسوف تلاحظون لقد قلنا يعني جلب معنا بعض السفراء وبعض الدبلوماسيين المعتمدين هنا في الجزائر من اجل طبعا القيام ب لا بروموسيون، يعني الترويج لهذا المنتوج. ولكن قبل ان نروج المنتوج يعني ادعو كل جزائريين الى الذهاب الى التلقيح، فهذا يعني التلقيح هو الذي سوف يسمح لنا بتحقيق هذا الليمونيتي كوليكتيف، يعني هذا المناعه الجماعيه ان شاء الله، اللي تسمح لنا باش نفتحوا كل فضاءات الاقتصاديه والاجتماعيه وفضاءات الترفيه. الجزائر التي كانت سباقة لاقتناء اللقاح المضاد لكورونا ها هي اليوم أيضا سباقة لتصنيعه، وهذا ضمن التزامات وتعهدات رئيس الجمهورية أمام الأمة بتوفير لقاح آمن وفعال طبقا للقواعد والمرجعيات العالمية للمواطن الجزائري. ووحدة قسنطينة إحدى الفروع المكونة لمجمع صيدال تخصصت في إنتاج الأدوية السائلة والمعقمة وغير المعقمة، وغايتها ضمان جودة المنتوج وفعاليته. نور الدين بن عبسة. لتوفير الأدوية للمواطنين تأسس مجمع صيدال، ووحدة قسنطينة واحد فرع من هذا المجمع الصناعي الذي يعمل على تطوير وإنتاج وتسويق المنتجات الصيدلانية ذات الاستهلاك البشري. فمنذ تأسيسها تمكنت من تقديم تشكيلة دوائية سائلة وأخرى معقمة وغير معقمة، ولعل أهمها الأنسولين ولقاح كوفيد 19 الجديد. إن اختيار مجمع صيدال وبالتحديد وحدة قسنطينة ليس من باب الصدفة، وهذا راجع لعدة عوامل. العامل الأول خبرتها في مجال صناعة المنتجات الصيدلانية المعقمة عبر التاريخ. لقد كان تم إنتاج الأنسولين منذ سنة 2006 إلى يومنا هذا، ولهذا سهلت العملية للتحول من إنتاج الأنسولين إلى إنتاج لقاح كوفيد 19. تتوفر وحدة صيدال قسنطينة واحد على المواد الأولية الخام التي تستعمل في إنتاج الدواء وفق مواصفات الحفظ المتبعة، وقد جهزت الوحدة بعتاد حديث ينسجم التطورات الراهنة في مجال صناعة الأدوية، يشرف عليها إطارات اكتسبت الخبرة الكافية على مدار السنوات الماضية، والحرص كل الحرص على ضمان الجودة والفاعلية. بعد التأكد من صحة المعلومات الموثقة في ملف الحصة والمصادقة عليها من طرف المسؤولين المعنيين بمراعاة لبون براتيك دو فابريكاسيون إلي بون براتيك دوكيمونتير، يتم تحرير الحصة من طرف المدير التقني، وذلك بعد إعلام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. بعد تحرير المنتوج الموجه للتسويق يعمل مخبر صيدال قسنطينة واحد على تحليل ومراقبة الجودة والنوعية باتباع التطبيقات التحليلية اللازمة واستخدام أدوات القياس المختلفة للتصديق على هوية الدواء ونقاء المحتوى. نحرص على المراقبة النوعية أو المادة الأولية اللي هي المياه، سواء المياه المصالح لإنتاج الشراب السائل أو المواد الحقنية، وكذلك مراقبة المواد الأولية الداخلة التي تدخل في تصنيع المواد الصيدلانية، كذلك المواد الأولية التي تدخل في تركيب التغليف أو الكونديشنمون. صيدال قسنطينة واحد عنوان كبير للتحدي ورمز من رموز الفخر الصناعي الدوائي العمومي.
وهذه الآن انطباعات بعض المواطنين حول هذا الإنجاز الصحي الوطني. ونعدو إن شاء الله نصدروا الدول الإفريقية ولا الآخر، وتبارك الله في الدولة نتاعنا اللي راهي واقفة. نشكرهم شكرا جزيلا. الحمد لله كل الحكومة تاعنا تاع الجزائر دارت لنا هذا السيجي، وسيت سيجي تري امبورطون. دوك يولي لو فاكسين يخدم في قسنطينة، وحنايا كي نبداو نبعثوا للخارج. تخي بون شوز يعني، وزادوا جابوا الجزائر حاجة مليحة يعني، بلادنا حاجة مليحة، ماشي محال يصدروها لافريك. سادي سي دي زونتري دارجون للجزائر مع لا كريز ايكونوميك اللي رانا فيها، سي تخي بون شوز. حاجة مليحة نستفادوا منها والبلاد تستفاد منها. سي ان باجيون العالم كامل يدور للقاح، دونك غادي بالك يوصلوا لحل وقت اللقاح ما يوليش متوفر. دونك من اليوم نولي ونديروا اللقاح نتاعنا هنا في الجزائر، سي خطوه مليحه بزاف، ونتقدموا للامام وان شاء الله نزيدوا نواصلوا في هذا الشيء. هي مبادره مليحه، ونتمنى ان شاء الله بهذه المبادره ربي يفلينا هذا الوباء ان شاء الله من كامل غادي تلقاح. مبادره مليحه بزاف، وراح تساهم يعني في توفير عمله صعبه لينا، وتساهم في احياء الاقتصاد الوطني. اول من الامر مليحه لينا، ما نجيبوش من الخارج، ما نشريوش بالدراهم بالدولار ولا باليورو. دوزيامون ثاني نبيعوا هنا لافريك، ونبيعوا للدول العربيه اللي ما عندهمش. يعني مبادره مليحه بزاف. خلاص، هذا فيما تسهر طواقم مخابر الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية على ضمان صحة المواطن من خلال التأكد من فعاليات الأدوية ربح مدوية. أكثر الشروط المطلوبة في التسجيل والاعتماد للأدوية والمستلزمات الطبية الجودة والنوعية ومدى مطابقتها للمواصفات العالمية، والذي يفصل في ذلك المخبر ونتيجة التحليل بدءا للمادة الأولية. احنا مهمه تاعنا محافظه على الامن تاع المواطن. احنا ماذا بينا هذا الدواء كيلحق مواطن يلحق له في النوعيه جيده ويتحمل كاع المواصفات العالميه. ويقوم هذا المخبر بتحليل وبمراقبة المواد الأولية بمختلف المصادر وبما فيها مصدر البيولوجي، وفي هذا الخصوص تم مراقبة فيروس لقاح فيروس كورونا بلو بريسيزيمون لو بولك إلى حد الآن الذي يدخل في صناعة اللقاح برودوي فيني. وقفنا على هذا النشاط بمخابر الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، يقظة، تركيز، تدقيق وقراءة في كل عملية تحليل، آخرها كانت تلك التي جرت على اللقاح الخاص بكوفيد-19 والذي يشرع في إنتاجه بوحدة الصيدال بقسنطينة. L'Algérie sera le deuxième, le premier producteur de vaccins en Afrique. Donc les spectrodmas, là, ça les racontchoufoura, moujahaza dans ce sens avec les trois spectrodmas, c'est racontchoufoum. كانت هناك عدة اختبارات. أولا تأكد من المادة الفعالة، تأكد من أنه فعلا المادة الفعالة هي الفيروس SARS-CoV-2 الذي تم إبطال نشاطه. أيضا الكمية، تم تأكد من أن الكمية هي المعبر عنها في التعبير. وتم أيضا دراسة تأثير هذا اللقاح على حيوانات التجارب. وقمنا بتحليل المادة الأولية بمرافقة للصيدال، وهذا تحليل كاملا هنا، وتحققنا من فعالية اللقاح ومن موافقة اللقاح للمعايير الدولية. للإشارة، حققت الوكالة أرقاما جيدة منذ سنة، دراسة مسألة السعر لأكثر من 100 دواء، وسجلت أكثر من 500 دواء، واعتمدت أكثر من 200 مستلزم طبي. الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن حضر أيضا عرضا شاملا حول مصنع صيدال ووحدة قسنطينة التي تنتج اللقاح الجزائري، حيث استمع إلى شروحات من قبل وزير الصناعة الصيدلانية ورئيسة المديرة العامة لمجمع صيدال حول السياسة الجديدة للمجمع، وأكد أن القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإنشاء وزارة الصناعة الصيدلانية وإعلان هذا القطاع من بين القطاعات الرئيسة يعد قراراً سديداً سرعان ما أثبتت الأزمة الصحية الناجمة عن وباء كوفيد-19 بأنها خيارات صائبة. نلتقي اليوم لنتقاسم معاً لحظات من الفخر والاعتزاز،
ولنسجل معا محطة فارقة في مسار رفع التحدي والوفاء بالالتزام، هذا الالتزام الذي أخذه السيد رئيس الجمهورية في شهري جانفي وفيفري، وأكد عليه يوم لقاء الحكومة مع الولات، وها هو اليوم يتجسد كما أعلن عنه السيد رئيس الجمهورية يوم 29 سبتمبر أي هذا اليوم. ولنبرهن مرة أخرى بأن العمل الميداني عقيدتنا وتحقيق كل الأهداف التي سطرناها غايتنا. أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، إن حضورنا اليوم الأربعاء 29 من سبتمبر 2021 جاء للتعبير عن تقدير مستحق للتحدي الذي رفعناه معا، نعلن فيه انطلاق الإنتاج الفعلي للقاح المضاد لكوفيد 19 بالجزائر. نعم، لقاح جزائري وبإمكانيات وكفاءات وخبرات وقدرات جزائرية. ضف إلى ذلك، ونظرا لتطابق منشآت ومعدات الوحدة الإنتاجية التابعة لصيدال مع المعايير المحددة من طرف الخبراء الصينيين، فقد تمكننا في إطار اتفاقية مع الشريك الصيني سينوفاك من الحصول على ترخيص لاستعمال الاسم التجاري للقاح كورونافاك. هذا ما يجعلنا من الأوائل في القارة الإفريقية كما سبق وأن ذكره السيد وزير الصناعة الصيدلانية. نعم، نحن من الأوائل في القارة الإفريقية في الاستفادة من هذه الميزة، والتي ستسمح باستخدام موثوق للقاح ومماثل لذلك المطبق في الصين على المستويين الوطني والدولي. كما إن الشروع في الإنتاج من طرف مجمع صيدال سيسمح بإنتاج 6 ملايين جرعة إلى نهاية 21، وبتوقعات إنتاجية سنوية تقدر ب 96 مليون وحدة لقاح خلال 22، وهذا إذا ما توفرت كل الشروط اللازمة لا سيما المادة الأولية وكذا الطلب الذي يجب تغطيته على المستويين المحلي الجهوي ولما لا الدولي. والإنجازات في قسنطينة تتوالى، حيث تم إعطاء إشارة انطلاق خدمة الشطر الثاني من توسعة خط ترامواي بالمقاطعة الإدارية علي منجلي. أمينة بعطوشة. دعم المشاريع المهيكلة ومنها إدماج الكفاءات والقدرات الجزائرية لرسم منطق اقتصادي جديد يتماشى ومساعي الدولة الجزائرية، ومنها مشروع ترامواي قسنطينة في شطره الثاني الذي يدخل حيز الخدمة اليوم، ليجسد التزامات الدولة في تحسين المستوى المعيشي للمواطن وتوفير خدمة عمومية نوعية. عندنا مهندسين، عندنا تقنيين، عندنا تكوين مهني، هذا ما يفو غير في الشيخ، لازم ان نفكروا بهذه الطريقه تاع الادماج لانتيغراسيون دي كومبيتونس مع الجامعه، خاصه مع الجامعه لا ريشيرش ابليكي، البحث التطبيقي لازم الجامعه راهي السر في الانديبوندونس سي ميتر اون ابليكاسيون لا ريشيرش ابليكي. هذا ما كان البحث التطبيقي لازم نحطوه في ارض الواقع، لازم نديروا الثقه في الجامعات تاعنا وفي منتوج الجامعات، منتوج المعاهد التكوين، لازم نديروا الثقه في ونوصلوا باش نستعملوا هذه الطاقات هذه في الادماج وفي التحرر الاقتصادي. هذه الهيكل التي انجزت حان الوقت لاستغلالها من طرف اطقم جزائريه ومن طرف خبره جزائريه وخبرات ويد عامله جزائريه، ولكن مع بعد نظر لاختراق الاسواق الخارجيه. ومن المؤسسات التي أثبتت جدارتها وخبرتها ميدانيا خصوصا في مجال إنجاز الترامواي شركة كوسيدارا الجزائرية، فيجب دعم مثل هذه المؤسسات لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، وهو ما أكده الوزير الأول وزير المالية. كوسيدار هي اللي قامت بإنجاز هذا المشروع تاع جيني سيفيل على 10 كيلومترات، يعني الخط هذا كوسيدار المؤسسة الوطنية تاعنا الله يبارك. هذا يدل باللي المؤسسات الوطنية الله يبارك تحمل مسؤولية تاع هذه المشاريع هذه، وهذا شيء كبير وعظيم بالنسبة لنا هنا أن كوسيدار تنجز هذا المشروع هذا على 10 كيلومترات بعد، وهذا يعني يدفع بنا نقول بأن
لوتي دو برودكسيون ناسيونال يعني لازم نقدروه ولازم نثقوا فيه ولازم منا والفوق كل مشاريع المهيكله نعطيوها لهاد لوتي دو برودكسيون كي سوا بريفي وبوبليك ان شاء الله ندعموها والمشاريع المستقبليه تكون لها ان شاء الله. 5 جويليه 2022 يعني كما حقق اجدادنا واباءنا الاستقلال السياسي لما لا نحقق الاستقلال الاقتصادي في هذه الذكرى هذه، يعني طموح كبير. كما حضر السيد الوزير الاول وزير الماليه عرضا تفصيليا حول قطاع النقل بقسنطينه، حيث شدد على ضروره التهيئه الخارجيه لمطار محمد بوضياف الدولي. بسرعه القيام باعمال التهيئه. باعمال التهيئه. هذه vous avez un mois pour le faire ان شاء الله. يعني لاعطاء المنظر الجميل لمدينه قسنطينه. ترامواي قسنطينه وسيله عصريه تضاف الى الانجازات المحققه في القطاع، ما سيسهم في بعث حركيه اقتصاديه بالمدينه ويضمن للمواطن السهوله والسرعه في التنقل خصوصا في المقاطعه الاداريه. علي منجلي. وفي تصريح لمختلف وسائل الإعلام أكد الوزير الأول وزير المالية أن وحدة إنتاج لقاح فيروس كورونا تعد مفخرة للجزائر داعيا إلى الحفاظ على هذا المكسب الصحي. لقد شاركتم معنا اليوم شرف وفخر إنتاج أول لقاح جزائري ضد كورونا فيروس، وهذا يعتبر في حد ذاته إنجازا عظيما بالنظر إلى التقنيات والتحكم في هذه التقنيات والتكنولوجيات التي يتطلبها مثل هذا الإنجاز. فيظن البعض بأن هذا الإنتاج يعتبر عن توظيب لمادة أولية، ولكن نقول لهم بأن هذا التوظيب يتطلب تحكم تقني وتكنولوجي جد عالي حققه إطارات جزائريون وجزائريات، ونحن نفتخر بهذا ونهنئهم على رأسهم طبعا تحت إشراف السيد وزير الصناعة الصيدلية وتحت قيادة السيدة المديرة العامة لمجمع صيدال وبمشاركة كل إطارات الشاب الذين شاهدتموهم معنا، هم الذين حققوا هذا الإنجاز العظيم. هذه أول بذرة للجزائر الجديدة، وسوف نمضي في هكذا إنجازات مع مجمع مثل مجمع صيدال الذي دخل في مجال التحكم التكنولوجي والبيوتكنولوجي المعقد، وهذا طبعا تطلب تضحيات كبرى من طرف كل إطارات ومن كل طرف كل الكوادر البشرية الكوادر الجزائرية الوطنية التي يحويها هذا المجمع، وكذا الإمكانيات التي وضعتها الدولة الجزائرية من أجل الوصول إلى هكذا إنجاز. فمبارك للجزائر هذا الإنجاز الجديد، وإن شاء الله ننطلق إلى إنجازات أخرى. وأستغل الفرصة كذلك لوجودي في قسنطينة اليوم لأن أعرج على الإنجاز الآخر الذي حققته مدينة قسنطينة اليوم كما لاحظتم معنا، وهو شق الترام الجديد. فأبارك لحاضرة الحواضر هذا الإنجاز الجديد العظيم الذي سوف يساهم طبعا في التخفيف من الزحم المروري، وسوف يساهم كذلك في التخفيف من الضغط على الساكنة. وأرجو المحافظة على هذا الإنجاز، محافظة على هذا الإنجاز خاصة من الفيضانات التي تشهدها الولاية من فترة إلى أخرى، وإنجاز طبعا بعض الهياكل الأخرى المدمجة كالانترموداليتي. يعني أدعو السكان إلى استعمال هذا المرفق بطريقة عقلانية، ويعني تجنب استعمال السيارات، فهناك بعض المرافق سوف تنجز من أجل السماح للسائقين أن يتركوا سياراتهم ويستعملوا هذا الوسيلة الجديدة. فمبارك لقسنطينة هذين الإنجازين العظيمين، وهي مدينة العلم والعلماء، وسوف تمضي إن شاء الله في إنجازات أخرى. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ثاني يوم من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية، أشرف الفريق السعيد شنغريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على تنفيذ تمرين تكتيكي
مركب الردع 2021 قامت به وحدة الواجهة البحرية الغربية بمضلع الرمية التابع لهذه الواجهة. التمرين يندرج في إطار تدريب الوحدة والتشكيلات البحرية على الأعمال القتالية القريبة من الواقع، فضلاً عن تقييم مدى التحكم في منظومات الأسلحة الحديثة وتمكين التشكيلات البحرية خاصة الغواصات من إبراز قدراتها القتالية. السيد الفريق تابع في البداية عرضاً تضمن الفكرة العامة للتمرين ومراحله قدمه قائد الواجهة البحرية الغربية ليقوم على متن مروحية قتالية رفقة اللواء جمال حاج العروسي قائد الناحية العسكرية الثانية واللواء محفوظ بن مداح قائد القوات البحرية بمعاينة الوحدات المشاركة في التمرين، ويتابع بعدها على متن سفينة القيادة ونشر القوات قلعة بن عباس مجريات التمرين الذي توج برمي صواريخ وتوربيدات على أهداف بحرية نفذه طاقم الغواصة جرجرة، وقد تم تنفيذ الرمي بنجاح وتدمير الهدف البحري بدقة عالية، وهو ما يعد نجاحا آخر وثمرة من ثمار التحكم الجيد للطاقم في مختلف الأسلحة والمعدات، ما يؤكد أيضا التطور والجاهزية العملياتية التي بلغتها وحدات والقوات البحرية الجزائرية خلال السنوات الأخيرة. خلال استضافته اليوم بفوروم المجاهد، أكد رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش بأن المحكمة الدستورية ستكون لها صلاحيات أوسع من المجلس الدستوري، وبأن انتخابات الأساتذة القانونيين في هذه المحكمة سيكون يوم 14 أكتوبر الداخل. رئيس المجلس الدستوري أكد أيضا بأن المجلس الدستوري تلقى 6 طعون حول قضايا الدفع بعدم الدستورية، وبأن المحليات القادمة محطة هامة في مسار الجزائر الجديدة. أحسن ما فعل رئيس الجمهورية في إلغاء الرسائل المجهولة، خاطر الرسائل المجهولة تكون مانيش عارف أنا زيد ولا عمر يشريها لبعضهم ويبدأ عقابه. وكما قال لك رئيس الجمهورية، إذا كان عنده الشجاعة يكتب يسونغاج نون برين وكل شيء لدرس ويغض. ها الإنسان يكون شوية موضوعي. القاطرة قد وضعت على الطريق الصواب من أجل بناء جزائر جديدة تضمن فيها الحرية العامة والحقوق الأساسية وتكتسي طابعا اجتماعيا بامتياز، طابع اجتماعي بامتياز، وهو ما أكد عليه السيد رئيس الجمهورية خلال لقائه الأخير بالسيدات والسادة الولات مرارا ويتكلم على الطابع الاجتماعي. في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، استدعى اليوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج السفير الفرنسي بالجزائر لإخطاره باحتجاج رسمي من الحكومة الجزائرية بعد قرار أحادي الجانب اتخذته الحكومة الفرنسية أثر سلبا على نوعية وانسيابية تنقل المواطنين الجزائريين إلى فرنسا. هذا القرار الذي تم دون استشارة الجانب الجزائري يكتنفه الكثير من الغموض حول دوافعه. الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية أكد على الجانب الإنساني الذي يطبع العلاقات الجزائرية الفرنسية، مشددا على ضرورة تسييرها بتوازن وشفافية وطبقا للآليات القانونية الثنائية والدولية لظاهرة تنقل الأشخاص. وإذ تتأسف الجزائر على هذا القرار الذي يمس بالاستقرار الذي يطبع والتعاون بين البلدين ويتنافى مع مبدأ الثقة في العلاقات الثنائية ومبدأ احترام الكرامة الإنسانية والالتزامات التي تعهدت بها حكومة البلدين. في التعاون، استقبل اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود رفقة وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب من قبل رئيس جمهورية النيجر
محمد بازوم. هذا وكان بالجود كمال بالجود ومحمد عرقاب قد شرعا في زيارة رسمية إلى النيجر تندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون بين الجزائر والنيجر، حيث سيتم التباحث حول سبل دعم التعاون الأمني وتنقل الأشخاص إلى جانب آفاق تنمية المناطق الحدودية وكذا تبادل الخبرات في مجال التكوين. شكراً. أولاً حظينا بشرف استقبال من طرف السيد محمد بازوم رئيس النيجيري، ونقلنا إليه تحيات أخي السيد عبد المجيد تبون. لتذكير السيد رئيس النيجيري كان قد حل ضيفا على الجزائر في شهر جويلية، وكانت له لقاءات مع محادثات مع السيد الرئيس، وأنا ذاك تقرر اتخاذ عدة إجراءات فيما يخص البلدين، ونحن هنا اليوم لتجسيد هذه الالتزامات أو هذه التعليمات التي أصدرت من طرف السيدين الرئيسين. طبعا المواضيع تخص فتح المركز الحدودي لعين قزام، تخص التكوين في مجال الشرطة، في مجال الإدارة، في مجال الحماية المدنية، إعادة بعث نشاط أو لقاء للجنة الحدودية ما بين البلدين، وفي هذا الإطار اتفقت مع زميلي سيد وزير الداخلية على أن يكون اجتماع اللجنة إن شاء الله قبل نهاية السنة 2021. على العموم العلاقات بين البلدين جد متميزة، وإن شاء الله وجودنا هنا لتدعيمها خدمة للشعبين. تحدثنا على عدة مجالات، منها مجال الطاقة والمناجم، كما تعلمون عندنا أشغال كثيرة انطلقنا فيها مع الإخوة في النيجر بخصوص حقل الأكافرة، اللي هو الآن أعطى نتائج جد إيجابية ويعطينا حافز للمواصلة مع الإخوة في النيجر اللي أعطونا كل التسهيلات لإنجاح هذا المشروع، مشروع مهم بالنسبة لإنتاج المحروقات في النيجر، راح تكون الجزائر أول دولة اللي راح تشارك النيجر في إنتاج المحروقات. كما استقبل وزير الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية كمال بالجود رفقة وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب من قبل الوزير الأول لدولة النيجر محمد أحومودو. وزير الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية كمال بالجود رفقة وزير الطاقة والمناجم استقبلا أيضا من قبل نظيريهما في دولة النيجر. تحضيرا للدخول المهني لدورة أكتوبر 2021 وقصد الوقوف على آخر اللمسات المتعلقة بهذه التحضيرات، أشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين ميرابي على اجتماع ضم المديرين الولائيين للتكوين والتعليم المهنيين. أشرف اليوم الوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين وليد بمقر شركة الجزائرية للتأمين، أشرف على إطلاق أول مؤسسة مصغرة في مجال تكنولوجيات المعاملات المالية. شاركت وزيرة البيئة سامية مولفي اليوم في أشغال مؤتمر الأنظمة البيئية للمياه الطاقة والغذاء المنظم من قبل مركز البحوث المشتركة، حيث تم التطرق لدور العلم كمحرك لابتكار البيئة الإيكولوجية. في التعاون استهل اليوم وزير الشباب والرياضة في ثاني يوم من زيارته إلى نيجيريا بمحادثات ثلاثية مع نظيريه النيجيري والمصري، حيث اتفقت الأطراف الثلاثة على تقديم برنامج تنفيذي مشترك بين قطاعات الشباب والرياضة للدول الثلاثة.
أعلنت وزارة الاتصال اليوم عن فتح باب الترشح لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في طبعتها السابعة تحت موضوع الإعلام بين الحرية والمسؤولية. وتعد هذه الجائزة التي تتزامن واليوم الوطني للصحافة المصادف للثاني والعشرين أكتوبر من كل سنة اعترافا للمسار النضالي للإعلام الجزائري إبان الثورة التحريرية، وتكريما لمهني الصحافة الوطنية التي تساهم بإعلامها المكتوب السمعي البصري والإلكتروني في تجسيد حق المواطن في إعلام موضوعي وذي مصداقية. ويرجى من وراء تنظيم هذه الجائزة تشجيع وترقية الإنتاج الصحفي الوطني بكل أشكاله، والتحفيز على التميز والإبداع والاحترافية في الصحافة الوطنية بالتأسيس لثقافة الاستحقاق، إضافة إلى مكافأة أحسن الأعمال الصحفية المنجزة إما فرديا أو جماعيا والمتعلقة بالموضوع المقترح. وقد حدد آخر أجل لاستلام الملفات يوم 16 أكتوبر الداخل. بتمرست أشرف أمس الأمين العام المحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد على تنصيب اللجنة الولائية المكلفة بالتحضير لمراسم تسليم جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية في طبعتها الثانية المزمع تنظيمها شهر يناير المقبل بمناسبة الاحتفالات الوطنية والرسمية برأس السنة الأمازيغية الجديدة، حيث اختيرت تمرست لاحتضان هذا الموعد الهام من أجل تتويج أحسن الأعمال في هذا المجال. وبالمناسبة أكد سي الهاشمي عصاد أن إدعاء ملفات الترشيحات سيتم عبر أرضية رقمية خاصة. في إطار مهامها النبيلة في الدفاع عن التراب الوطني وتأمينه ضد مختلف التهديدات، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 سبتمبر الحالي عديد العمليات التي تؤكد التزام قواتنا المسلحة بالحفاظ على الأمن والسكينة ببلادنا. في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة 11 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب تقدر ب 39 قنطارا و 46 كيلوغراما من الكيف المعالج، في حين تم توقيف 19 تاجر مخدرات آخر وحجز قرابة 98,000 قرص مهلوس مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى. من جهة أخرى أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمرست وعين قزام وبرج باجي مختار وجانيت 200 شخصا واحدا، وضبطت 12 مركبة و124 مولدا كهربائيا و98 مطرقة ضغط وتسعة أجهزة كشف عن الكشف عن المعادن وكميات من المتفجرات ومعدات التفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عملية التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى قرابة 3 أطنان من خليط خام الذهب والحجارة، في حين تم توقيف 17 شخصا وحجز 7 بنادق صيد و1000 خرطوشة وأزيد من 19,000 وحدة من الألعاب النارية و90 قنطارا من مادة التبغ وقرابة 5,000 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات منفصلة بكل من الوادي بسكرة ورقلة قسنطينة باتنة تبسة وأدرار. كما تم إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تقدر بأزيد من 28,000 لتر بكل من تمنرست تندوف تبسة طارف وسوقهراس. في سياق آخر أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 357 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 133 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة بكل من تيرمسان ورقلة وتبسة.
دوليا وفي الشأن الصحراوي، أقرت المحكمة الأوروبية اليوم بعدم شرعية الاتفاقيات الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الموسعة إلى الصحراء الغربية، ووصف عضو الأمنة الوطنية لجبهة البوليزاريو المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي أبي بوشرايا البشير قرار المحكمة الأوروبية بإلغاء اتفاقي الشراكة والصيد البحري الموقعين بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بالانتصار الكبير للقضية الصحراوية. يذكر أن قرار المحكمة الأوروبية جاء بناء على طعنين تقدمت بهما جبهة البوليزاريو سنة 2019 حول اتفاقيتي الثروة السمكية والزراعة اللتين تربطان المغرب بالاتحاد الأوروبي والموسعة إلى الصحراء الغربية المحتلة، وهو إبرام انتهك قرار محكمة العدل الأوروبية لسنة 2016 وتم دون موافقة الشعب الصحراوي. بهذا نكون قد وصلنا إلى الختام. قبل أن نفترق، تذكير بالعناوين: المجاهد والسياسي والدبلوماسي والوزير الأسبق محمد يعلى في ذمة الله، ورئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يعزي عائلة الفقيد ويشيد بخصال ومناقب المرحومة. إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي لإنتاج لقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 بوحدة قسنطينة لمجمع صيدال، ووضع حيز الاستغلال الشطر الثاني لخط ترامواي قسنطينة، والوزير الأول يؤكد التزام الدولة بتعهداتها لتثمين الطاقات الجزائرية الكفؤة. وزير الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية رفقة وزير الطاقة والمناجم يستقبلان من قبل رئيس دولة النيجر محمد بازوم تعزيزا لعلاقة التعاون بين البلدين. المحكمة الأوروبية تقر بعدم شرعية الاتفاقيات الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الموسعة إلى الصحراء الغربية، والبوليزاريو تصف القرار بالانتصار الكبير للقضية الصحراوية. إلى اللقاء.